تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم. قبل ما نتطرق لهالمواضيع وأذكركم بأرقام التواصل وياي، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم اليوم الدكتورة عاشة البسطي. مثل ما عودناكم مواضيعنا بتكون طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ونتطرق لمواضيع كثيرة إن شاء الله اليوم مثل ما عودناكم في حلقتنا لليوم. عندنا طبعا الدراسة اللي بنخبركم عنها، واليوم دراستنا جدا مهمة واللي هي متلازمة الموت المفاجئ للأطفال. قبل ما ندخل للدراسة ذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بنذكر لكم بخصوص الدراسة، توصلت دراسة حديثة إلى أن متلازمة موت الرضع المفاجئ SIDS قد يكون سببه جين مصاب بخلل يمنع الأطفال من هضم الحليب. وقال العلماء أن البعض يموتون بشكل غير متوقع من هذه الحالة كل عام، ربما بسبب المعاناة من اعتلالات قلبية قاتلة لأنهم لا يستطيعون تحطيم الدهون. وتعرف متلازمة موت الرضع المفاجئ أيضا باسم موت المهد لأنها عادة ما تحدث أثناء النوم، وغالب ما يكون الأطباء غير قادرين على تحديد سبب وفاة الطفل. وتعد الدراسة الجديدة اللي نشرت في مجلة Nature Communications، وهي الأولى من نوعها اللي يتم فيها استنباط صلة سببية معقولة بين شذوذ وراثي وبعض حالات متلازمة موت الرضع المفاجئ. وقال علماء أن طفرة في جين HADHA تترك الأطفال غير قادرين على استقلاب الدهون والجزيئات اللي تحتوي على الدهون والكوليسترول والأحماض الدهنية، ما يعني أنهم يمكن أن يموتوا فجأة في غضون بضع أسابيع فقط بعد الولادة. وأوضح الدكتور جايسون مايكلاس من جامعة ستانفورد اللي قاد الدراسة، إذا حدثت الطفرة لدى الطفل فاستنادا إلى ذلك قد تكون الأشهر القليلة الأولى من حياة الرضيع مخيفة للغاية لأن الطفل قد يموت فجأة. وأضاف أن تشريح الجثة لا يكشف بالضرورة سبب الوفاة، ولكن يعتقد أن قد يكون بسبب توقف قلب الرضيع عن النبض. واستخدم فريق العلماء من الولايات المتحدة الخلايا الجذعية في المختبر لمعرفة كيفية تصرفها مع تشوهات جينية مختلفة، ووجد خللا يحدث عندما تفشل الإنزيمات في إكمال عملية تعرف باسم أكسدة الأحماض الدهنية. يمكن اللي عندهم أطفال صغار يلاحظون أن دائما نقولهم بطريقة ووضعية معينة لنوم الطفل، طريقة بعد شربة للحليب خاصة الرضع، كيف أن بحيث أنه ما يرجع ويرد يشرق بالترجيعة ويسبب له الاختناق يعني في حالات معينة، أو طريقة حتى نومه بحيث أنه ما يستوي لأنه ينقلب فجأة أو سبحان الله يتحرك ويعني يسبب في يعني نصايح معينة نوجهها لمعظم الأمهات خاصة حديثي الولادة مع الرضع عشان ما تستوي هذه الحالات. وتم اكتشاف كذلك هذه المتلازمة اللي لها علاقة بهذا الشيء. وهذه كانت دراستنا لليوم مستمعينا الأعزاء. نرجع لفقرة السوشيال ميديا واللي بتكون خلال 60 ثانية
الحين مع الزميلة أسماء الجناحي، بنتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. أهلا أسماء. حاليا نحن موجودين في الملتقى السنوي الرابع لطب الأشعة، افتتاح الحين في دقيقة في الثانية. ما شاء الله موجودين. إن شاء الله بنغطيها على الستوريز وعلى قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. وهذا الملتقى سنوي يتم إقامته في الإمارات. ممتاز. أيضا من الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، أمس كان هناك تغريدة من حساب صاحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مكتوب فيها: اطلعت على استراتيجية التعليم الطبي لهيئة الصحة بدبي في اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي. تسعى الاستراتيجية لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتعليم والبحث الطبي والابتكار والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. الأفكار متميزة وطموحة وأمامنا عمل كثير لتحقيق الأهداف. هذا كان في الحساب الرسمي لسمو الشيخ مكتوم بن محمد. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن حطيناها، مستمرين في توعية الجمهور بالخدمة إن شاء الله، راح المبادرة اللي سيتم إطلاقها قريبا جدا وهي طبيب لكل مواطن، وهي ضمن البند الخامس لوثيقة 50. توفير الاستشارات الطبية سيكون عبر المكالمات الفورية والمرئية، مش بس الصوتية، المباشرة على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع. وهي من الأشياء اللي فعلا راح يفرحون فيها المجتمع، لأنه مو بشرط هي المركز، ممكن شيء بسيط يتصل ياخذ الاستفسار، يعني شو اللي يطمئن قلبه. صحيح، وبيوفر عليه كذلك. بيوفر الوقت، يعني في أحيانا الإنسان ما يكون مثلا محتاج فعلا انه يكون صاير المستشفى، ممكن شيء بسيط يعني. وغالبا الاستشارات هاي مش للحالات الطوارئ، فهي الحالات الغير طارئه. نعم. ايضا في سؤال حطيناه، ولين الحين هناك اختارها صح، ما هو الاختيار الافضل، سكر ام حليب صناعيه؟ تقريبا 80% قالوا سكر، 20% حليب صناعيه حتى الان. وان شاء الله خلال اليوم راح نقول الجواب، وإن شاء الله باكر في الإذاعة بنقول لهم الجواب الصحيح إن شاء الله. هذا في الإنستغرام اسمه؟ بيكون في الإنستغرام إن شاء الله. هو السؤال أيهما أفضل أو ما هو الاختيار الأفضل، السكر أم محليات صناعية؟ المحليات الصناعية. كم كان الأجوبة اللي تخص بالسكر؟ اللي يقولون سكر 80%، واللي يقولون محليات صناعية 20%. لين الحين بعد باب الأجوبة مفتوح، ونتريى باكر النتيجة. وهي وباكر بقول لكم إياها على الإذاعة إن شاء الله، وبقول لكم آخر رقم وصل فيه الأجوبة، ونختمها بالرسالة الإيجابية اليومية اللي عودنا كل مستمعين إذاعة نور دبي عليها: لا تنتهي الدنيا بالفشل، بل بالتوقف عن الحلم والعمل. اجعل من أي فشل أو عائق خبرة لبداية أكثر قوية نحو النجاح. الفشل مش غلط، وبالعكس يعني نحن كيف نشوف الأمور. إذا شفت أن فشل نهاية العالم، راح تكون نهاية العالم. إذا شفت الفشل تجربة تطورك للأقاد التجربة الثانية أقوى، راح تكون أقوى وراح تنجح. نحن كيف نشوف الأمور، صحيح، مو كيف الأمور قاعدة تصير. نقدر نقولها كتجربة أكثر حتى من كلمة فشل. يمكن الفشل تعودنا أنه يعني ما أعرف، بس يعني كتجربة شيء جميل، لأن الواحد يستفيد في النهاية منها سواء نجحت أو ما نجحت. صحيح، في النهاية الواحد يكون مستفيد منها. صحيح، ودمتم بصحة وسعادة دكتور. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، كانت ويانا وتعرفنا من خلال فقرتها على اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأقلب ما يدور فيها. ولفت انتباهي بخصوص استراتيجية التعليم الطبي. طبعا التعليم الطبي من أهم الأشياء الأساسية عندنا في الطب، لأن تقريبا يعني ما أقول لكم، بس التعليم عندنا في الطب لا يتوقف. يعني البحوث اليومية يعني الأشياء اليومية اللي تطلع أول بأول، وتكون يعني يفضل أن كل طبيب يكون مدرك لهالشيء. وكذلك يعني ما شاء الله الأبحاث والدراسات كل يوم تطلع لنا وتكشف لنا أشياء جديدة أول بأول. والتعليم الطبي خاصة من البداية، يعني كل ما كان الاهتمام كبير فيه، كل ما كان يعني حتى الطبيب
اللي يكون في هذا المجال يكون يعني ممارسته لمهنته الطبية تكون بقوة. وصراحة شيء جميل بخصوص أن استراتيجية كاملة انحطت على أساس التعليم الطبي، وهذا يدل على أن الحكومة أعطتها أهمية كبيرة خاصة من ناحية التعليم والتدريب. النقطة الثانية اللي ذكرناها كذلك اللي هي مبادرة طبيب لكل مواطن، تكلمنا عن الموضوع يمكن أكثر عن مرة، والتقينا بالدكتور مروان الملا وكذلك بالدكتورة حنان عبيد، وتناقشنا كثير بخصوص هذا الموضوع، وهذا الموضوع بيسهل على ناس أشياء كثيرة، وهو ضمن وثيقة 50 اللي أصدرها الشيخ محمد بن راشد حفظه الله. بخصوص الطبيب لكل مواطن، بيكون الشخص يقدر يتواصل مع طبيبه خلال اليوم خلال 24 ساعة. إذا عند الشخص أي استفسار، أي حتى لو ما كنت موجود، الشخص ما كان موجود في البلاد، كان برا البلاد رايح يسافر عنده رحلة عمل، يقدر يتواصل إذا عنده أي سؤال صحي أو طبي يخصه. بس نفس ما ذكرت أختنا أسمع بخصوص الحالات الغير طارئة، الحالات الطارئة أساس مساعدة الشخص ويلقى العلاج بسرعة، يفضل توجهه للطوارئ أساس ما تدهور حالته أكثر وأكثر. مستمعينا، هذه فقرتنا لجزئنا الأول من الحلقة، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا في هالبرنامج. طبعا مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون متنوعة، وعندنا الفقرة التوعوية اليوم، وخلال الفقرة التوعوية بنتكلم عن موضوع قانون وولف وهشاشة العظام. طبعا هشاشة العظام يعني يعتبر مرض كثير الانتشار، والمشكلة المعينة في هشاشة العظام أن المرض مرات ما تكون عليه يعني علامات واضحة تبين أن الشخص عنده هشاشة في العظام. يعني معظم الأحيان تكون العلامات مثل آلام في الجسم، يعني أشياء معينة تكون، بس ما تكون واضحة تميز أن هذا هشاشة عظام، فيحتاج الشخص أن يسوي فحوصات معينة وحتى تصوير إشعاعي معين أساس التأكد أن يكون الشخص يكون عنده هشاشة عظام أو لا. ويكون في هذا المرض يكون ترقق في العظام، وبالتالي طبعا أي حادث بسيط يكون للشخص، طيحة بسيطة تسبب على تكرار الكسور في الشخص وآلام كثيرة في الجسم. إن شاء الله الحين بنتكلم عن قانون وولف وهشاشة العظام، ويانا اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ندى سرحان. صباح الله بالخير أستاذة ندى. الله بالنور والسرور. أهلا أستاذة ندى. هلا. مثل ما قلتي أن الخطر الإصابة بهشاشة العظام صار متزايد في الفترة الأخيرة، صحيح، وبالأخص عند الكبار في العمر، أن من أي طيحات صغار يصير لهم كسر. فاليوم حبيت أوضح عن شو هو هشاشة العظام وشو علاقة قانون وولف وكيف ممكن نستفيد من قانون وولف إذا فهمناه. ممتاز. هشاشة العظام هي حالة مرضية يصير أن فيه انخفاض في كثافة العظم، مما يؤدي إلى تقليل قوتها وتصبح أكثر قابلية للكسر. نعم. وهذا الشيء يصير بشكل طبيعي، تبدأ كثافة العظم بالانخفاض التدريجي بعد سن 35. نعم. وعند النساء بعد انقطاع الصمت تصبح أجسامنا أيضا أكثر قابلية للهشاشة وهشاشة العظام. فيعد بناء عظام قوية منذ مرحلة الطفولة هي أفضل طريقة للوقاية من هشاشة العظام في المستقبل. ولكن إن من الخصائص اللي منحنا الله إياها أن الهياكل العظمية في أجسامنا تتغير باستمرار، حتى لو كان في سن أكبر من 35. فمثلا أي تأثير أو ضغط على عظامنا من جهد أو رياضة تعيد تشكيل نفسها لتتكيف مع هذا الجهد، وهذا الشيء يسمى بقانون وولف. فبعطيكم مثال، مثلا تكون عظام الذراع للاعب التنس في اليد المستخدمة لضرب الكرة كثافتها أعلى بنسبة تصل إلى 20% من العظام الموجودة في الذراع الغير مستخدمة لضرب الكرة، وهذا مثال حي على قانون وولف. نعم، يعني القصد منه كل ما استخدمت الشيء بطريقة أكثر كل ما كان حتى كثافة العظم فيه أكثر.
بالضبط. نعم هي. صحيح، باختصار أن تصبح العظام أكثر سمك وأقوى بمرور الوقت، إذا عشان من أجل المقاومة، نعم مقاومة القوة الموضوع عليها. ونفس الشيء تصبح أرق وأضعف إذا ما كان في هناك حركة وقوة. نعم بس الخبر السار أنه يمكنك مضاعفة قوتك في 3 أشهر إذا بدأت من الآن، يعني مش أنه راحت علينا إذا فوق 35، لا، نعم ممكن تبدأ تضعفه إذا بديت ممارسة الرياضة من سن، حتى في أي سن، مش شرط يعني من قبل 35. وخلال هال3 شهور تقوى، يعني يقوى العظم أكثر، خاصة إذا الشخص ركز على أماكن أو يعني رياضات معينة. أيوة، بالذات رياضات المقاومة. فالحين مع الرياضة بتزيد كثافة العظم، زائد نعم بنبني عضلات تدعم هذا العظم، فبتكون الفائدة أقوى مع الرياضة. ومع ذلك نزيد نمط الحياة الصحي والتغذية السليمة، كمان هذه تزيد من المحافظة على صحة العظام. فمن المعروف أن يجب الإكثار من الأطعمة اللي تحتوي على الكالسيوم، وهو يعتبر من أهم العناصر الغذائية لنمو العظام بشكل سليم. صحيح وثاني شيء الحصول على كمية كافية من فيتامين د، اللي هو يعزز نمو العظام ويزيد كثافة النسيج العظمي والمسطرة من الشمس. صحيح ومع ممارسة التمارين الرياضية اللي هي تساهم في الحفاظ على صحة العظام وزيادة قوتها وبناء العضلات، من أنواع حتى أنواع الرياضات، رياضة المقاومة تزيد بناء العضلات وتزيد كثافة العظم. ممتاز. هذا كان بخصوص قانون وولف وهشاشة العظام. نعم، ونفس ما قلتي، كل ما زدنا التركيز على، أو أن كل ما زاد استخدام العضو أو استخدام مكان معين أكثر، كل ما زادت كثافته وكذلك زادت قوته. هاي بالضبط، بطريقة كثافة العظم بسيطة. تزيد. أي، ونفس الشيء يقدر الشخص يعني مع رياضات المقاومة وممارسة الرياضة خلال 3 شهور يقوي العظم، يعني بالاستمرار بممارسة رياضات معينة. ايوه بالضبط، فنظام صحي ونمط حياة صحي مع رياضة كله بيساعد على تقوية العظام ويحمينا من هشاشة العظام في العمر المتقدم. صحيح، والواحد يركز أكثر وأكثر كذلك مثل ما ذكرتي أستاذة ندى بخصوص الكالسيوم، إذا كان الشخص عنده نقص في الكالسيوم، وكذلك فيتامين د إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية. أيوة، الكالسيوم اللي هو متوفر في الحليب ومنتجات الألبان وفي الأسماك، وفيتامين د اللي مصدره من الشمس، زائد الفيتامينات حتى والمعادن الموجودة في الخضروات والفواكه كمان تساعد على زيادة الفائدة وتدعم ممتاز صحة العظام. أستاذة ندى، يعني السؤال بخصوص نفس الشيء الكالسيوم، إذا الأشخاص عندهم تحسس من الحليب أو منتجات الألبان أو أصلاً ما يشربونها، فشو البدائل لها من ناحية الكالسيوم؟ البدائل هي الأسماك، ثاني أعلى مصدر للكالسيوم، نعم بعد الرياضة، وفي بقى الخضروات والألياف الخضروات الخضراء نعم الورقية تكون تحتوي على الكالسيوم. تحتوي بعضها على الكالسيوم. ممتاز ممتاز. كلمة أخيرة توجهينها أستاذة ندى لمستمعينا خلال البرنامج. كلمة أخيرة إنه الحين ما فات الأوان، نقدر نبدأ من أي عمر في حياتنا، حتى لو ما كنا رياضيين من الأول. أنصح بكل الجميع بممارسة أي نوع من الرياضة، سواء رياضة المشي أو الركض أو رياضات المقاومة، من اللي هي فيها تكرار فيها جهد أو أثقال، زائد نظام حياة صحي عشان نتفادى أي أخطار في العمر المتقدم ونعيش حياة صحية وسليمة. ممتاز أستاذة ندى سرحان، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك، حياك حياك الله. طبعا هذه كانت فقرتنا التوعوية وبالأخص التغذوية اللي تكلمنا عن قانون وولف وهشاشة العظام. طبعا هشاشة العظام أكثر تكون في كبار السن، ونفس ما ذكرت
الأستاذ ندى من ناحية القانون وكيف يعني يكون بالضبط، لأن ما بكل كبار السن أو كل الأشخاص، مرات حتى في أعمار متقدمة ما لها خص بأن كبير يكون في السن، مرات أعمار حتى متقدمة نكتشف أن عندهم هشاشة في العظام، لها أسباب كثيرة، نقص الكالسيوم، نقص الفيتامين دي، من ناحية نقص فيتامينات كثيرة تكون بعد كذلك في الجسم، الأشخاص اللي ما يمارسون رياضة بشكل دوري، وخاصة من ناحية نقص الكالسيوم وفيتامين دي. في تحاليل معينة بالأحرى في يعني تشخيص إشعاعي معين نسوي كصورة إشعاعية معينة أساس نكتشف إذا الشخص عنده هشاشة عظام أو لا، ومتوفرة العيادة عندنا في مركزين اللي هي الأوستيوبروزس كلينيك أو عيادة هشاشة العظام عندنا في مركز البرش الصحي وكذلك في مركز الممزر الصحي. وإن شاء الله من تعرف سابقا كنا مستضيفين يعني لنتكلم عن هذا الموضوع، وإن شاء الله في حلقاتنا الجاية بنختار يوم إن شاء الله وبنستضيف أحد أطباء هذه العيادة عشان نتكلم أكثر وأكثر عن موضوع العيادة وكيف يكون يعني التشخيص فيها وكذلك العلاج. والشخص اللي يحتاج تشخيص يعني يحتاج تحويل لهذه العيادة يتوجه إلى أقرب مركز صحي عنده بعد إجراء الفحوصات والتحاليل، والطبيب يعني يقيم حالة المريض بعدها يحوله إذا احتاج إلى عيادة هشاشة العظام. المرض ليش نركز عليه أكثر؟ ومثل ما عودناكم ومثل ما نقول دائما الوقاية خير من العلاج. مرات الشخص ما يكبي أعراض هشاشة العظام بس يكبي مضاعفات هشاشة العظام مثل الكسور، خاصة عند الأشخاص كبير السن، وكسور في أماكن تكون مثل عظم الحوض، كسر يكون في الرجل في اليد، يعني كسور بس يعني بي يعني يمكن طايح طيحة بسيطة أو شيء ضاربنا بطريقة بسيطة، يعني ما بأن يؤدي إلى الكسور. وعلاج الكسور مثل ما أنتم عارفين ياخذ فترة طويلة لالتئام الكسر ويرجع الشخص مثل ما كان قبل، فالوقاية خير من العلاج، والعيادة كذلك توفر خدمات علاجية وكذلك وقائية من البداية. فهذه فقرتنا بخصوص هشاشة العظام وقانون وولف، وإن شاء الله بنتحدث أكثر وأكثر وبنستضيف أطباء هذه العيادة عشان نتحدث أكثر وأكثر إن شاء الله في حلقاتنا القادمة. مستمعينا الأعزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة، أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. تحرص هيئة الصحة في دبي على توفير أنظمة رعاية صحية ذكية وفعالة ومتكاملة ويسهل الوصول إليها إلى جانب حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة في دبي، وذلك في ترجمة مباشرة لمجموعة الأهداف التنموية والاستراتيجية لإمارة دبي واللي تشكل مع رؤية الإمارة والخطة الاستراتيجية لعام 2021 اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. ووفقا للتوجهات دبي لتكون مدينة مبتكرة كجزء من التحول الذكي، ومع أخذ الخطة الاستراتيجية في الاعتبار من أجل ترجمتها عمليا بتوظيف أحدث التقنيات في الرعاية الصحية، بادرت هيئة الصحة بدبي بمشروع دبي هيلث booking.com كأول منصة حكومية ذكية على مستوى الشرق الأوسط اللي تتيح للمقيمين والزائرين حجز موعد طبي مباشر من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الموفر مجانا على منصتي أبل وجوجل. وللحديث عن هذا المشروع الطموح يسعدنا يكون معانا اليوم الأستاذ ميس البستاني مدير إدارة اللياقة الطبية، والأستاذ محمد عبد الكريم مدير مشروع healthbooking.com في هيئة الصحة بدبي. صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير أستاذ ميسا. صباح النور والسرور، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك أستاذ محمد، صبحك الله بالخير. الأستاذ ميسا، الأستاذ محمد نواصل الاتصال فيه إن شاء الله بيكون ويانا. طبعا مبارك لكم بداية بخصوص المشروع اللي هو في أحدث التقنيات ويعتبر
أول منصة حكومية ذكية على مستوى الشرق الأوسط كذلك. الحمد لله. الحمد لله. في البداية أستاذة ميسا، حابين نتعرف أكثر عن المشروع وفكرته الأساسية. في البداية طبعا نصبح على المستمعين جميعا، ونصبح عليك دكتورة عائشة، افتقدناك من زمان ما شفناك. طبعا انتعاق أن هذا المشروع هو من مخرجات فريق الابتكار للدورة 2018. نعم. كنت ويانا عضو في الفريق. صحيح. الحمد لله، وهذا الشيء فخر لي صراحة أن يكون جزء من فريقكم. أنت طبعا الجميلة قلبا وقالبا. شكرا أستاذ ميسا. المنصة هي مثل ما تفضلتي منصة حكومية ذكية، تعتبر الأولى في الشرق الأوسط، تخدم جميع المقيمين والمواطنين والزائرين. نعم. طبعا هيئة الصحة تحرص على توفير أنظمة رعاية صحية ذكية وفعالة ومتكاملة من السهولة الوصول إليها، إلى جانب تحسين جودة الحياة في دبي. المنصة تحمل اسم إمارة دبي، هي دبي هيلث بوكر، وأي منصة تحمل اسم إمارة دبي تكون دائما في الصدارة. الحمد لله. طبعا هي ترجمة للأهداف التنموية الاستراتيجية لحكومة دبي ورؤية الإمارة لتطوير الخدمات الصحية ودمج القطاع الحكومي مع القطاع الخاص. ممتاز. دبي هيلث بوكر هي منصة خاصة في جميع المنشآت الصحية والعيادات والأطباء، ومتكاملة بالضم الكل في منصة صحية واحدة. ممتاز. تتيح المنصة البحث عن طبيب، عن تخصص، عن منشأة صحية، وطبعا نحن رابطين هوية قطاع المراكز الطبية، الأمر اللي هو يعطيك الثقة الكاملة بأن جميع المنشآت الصحية والأطباء موثوق في تخصصاتهم، وهي منصة حكومية موثوق فيها، والجميع مرخص، والمتعامل أو مستخدم هذه المنصة يكون على ثقة بجودة الخدمة والمنشأة اللي هو بيلجأ لها في حال أنه طالب خدمات طبية. ممتاز، وهالشيء يريح المتعامل كذلك ويعطي الثقة جداً. هي يعني أنا عارف أن هذا المكان عليه رقابة كثيرة خاصة في المجال الصحي. بالضبط. المنصة تتيح للجميع، جميع المستخدمين، نعم، حد مواعيد طبية في أي منشأة صحية في أي قطاع طبي سواء الحكومي أو الخاص. نحن في هاي المرحلة ضمينا جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في الهيئة. نعم. وضمينا 5 مستشفيات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مستشفى لطيفة ومستشفى حتى ومستشفى راشد. ممتاز. المنصة اليوم موجود فيها أكثر من 300 طبيب مرخص، المنشآت جميع المرخصة. في المنصة مثلا أنت دكتورة حابة تخصص معين في عيادة ولكن ما حصلتي هذا الموعد في هالعيادة، المنصة لأنها ذكية تعطيك الاختيارات لنفس التخصص لنفس الخبرة المنشآت الطبية الأخرى لإرضاء المتعامل بالاختيارات والبدائل لاختياره. ممتاز. تعطيك في نطاق المنطقة الجغرافية شو خدمات الصحية الأقرب، توفير الوقت والجهد. ممتاز. كذلك هذا يعني استقل المتعامل وقت ومضى، بالعكس يعني بدل ما يروح يدور مكان ثاني أو تخصص أو طبيب نفس التخصص ويسأل ويدور ياخذ وقت، يعني هذا الشيء جدا بيسهل عليه أشياء كثيرة. هاجس المتعامل أو يعني هاجس أي شخص البحث عن الخدمات الطبية. صحيح. المنصة يعني وجودها يساعد ويسهل الاستخدام والوصول إلى المنشآت الصحية عن طريق أبليكيشن يعني ذكي جدا، يقوم بتنزيله مجانيا على الموبايل. ممتاز. موجود مثل ما تفضلت دكتورة على أيوه على الجوجل بلاي وعلى الأبل ستور. ممتاز. وهي مواعيد فورية يعني على طول بيعطي الموعد والاختيارات المتاحة، وعقب ما يصير المنشأة الصحية أو العيادة ممكن إنه يقيمها، فيعطي الفيدباك للمستخدمين الآخرين ويعطيهم يخبرهم شو كانت خبرته أو الرحلة في هالمنشأة وشو تقييمه لهالمنشأة الصحية.
صحيح الأمر اللي يخلق نوع من المنافسة صحيح ويرفع جودة الخدمات الطبية. صحيح، وهذا جدا مهم أن الشخص يحط الفيدباك أو يحط تقييمه بالنسبة للمنشأة الطبية اللي صار لها. بالضبط، المنصة يعني مثل ما قلنا هي منصة متكاملة، المعنى أنه في المستقبل لأن فيها استدامة بنربط ويا المنصات الأخرى اللي فيها حجوزات للفنادق، حجوزات ممتاز. للمواصلات، على أساس أن حتى الزائر إذا يا حاب أن نسوي باقة خاصة فيه لغرض دعم السياحة العلاجية، المنصة بتتيح له هذا الاختيار. ممتاز ممتاز المنصة جدا جميل. تدعم بالضبط، تدعم مبادرة طبيب لكل مواطن. من أي ناحية تخدمها هذه المنصة؟ وخاصة أن طبيب كل مواطن اللي هو البند الخامس من وثيقة 50. بالضبط، الهيئة وفرت المبادرة وأتاحتها لجميع المواطنين. المنصة هي عبارة عن منصة داعمة للمبادرة، يعني هي بعد تعطي قيمة مضافة للمبادرة اللي أطلقتها الهيئة، على أساس أن المواطن ممكن يبحث عن الخدمات الطبية والاختصاصات والأطباء على مدار اليوم وفي أي وقت، ويختار روحه المكان اللي هو حابب أن يثير له، ممتاز. ويشوف المواعيد اللي تناسبه والمنشآت الطبية اللي تناسبه، بالإضافة إلى أن المنصة بيكون فيها ربط ويا منظومة الضمان الصحي، على أساس أن كل حد يعرف نطاق التأمين الصحي وشو التغطية والخدمات الطبية اللي يغطيها هذا التأمين الصحي، ممتاز. وبيسوي له تصنيف للمنشآت اللي من ضمن تغطية هذا النطاق، وبيساعد أنه يختار المنشآت اللي يغطيها الضمان الصحي ماله. فهي ممتاز منظومة جميلة جدا جدا، ومتكاملة وسهلة، يعني سهلتوا للمتعامل بداية، أخذ موعد، سهلتوا للمتعامل كذلك أن المنشآت اللي أنتوا يعني انضمت للمنصة والأطباء يعني عندهم تراخيص طبية، وكذلك من ناحية منظومة التنظيم نظام الضمان الصحي، نعم يعني هذا شيء أساسي. وكذلك إذا ما لقى الشخص تخصص يعني في الوقت اللي يباه أو في الفترة اللي يباه، تعطونه بدائل ثانية نعطي ويكون بدائل لنفس أخرى إنه ما التخصص. نضيع وقته، ويمكن صحيح هو عنده إمرجنسي يبغى هذا الموعد اليوم، وهو يعطي كل التخصصات في إمارة دبي للمنشآت اللي موجودة حاليا في المنصة، وشو البدائل اللي تناسبه هو اللي تناسب هذا المتعامل. ممتاز. ويقدر يحجز مواعيد أستاذ ميسة في أي وقت؟ طبعا في أي وقت، لأن المنصة هي يعني تعمل على مدار اليوم، يعني هي منصة إلكترونية صحيح. تشتغل يعني وتعطي كل الاختيارات المتاحة اليوم في هذه المنصة. صحيح. أستاذ ميسة، تكلمنا عن نظام المواعيد الفوري الذكي، فشو اللي جديد في هذا النظام؟ وكذلك شو اللي تتميز به المنصة من ناحية المواعيد، نظام المواعيد الفوري الذكي؟ سهولة الاستخدام، نعم. يوم بتدخلين على تخصص على منشأة على طول تعطيك كل المواعيد اللي موجودة خلال هذا الشهر، ممتاز. وتختارين أنت من هذا الجدول اللي يناسبك، وهو يخبرك هل هذا الموعد متاح أو غير متاح، إذا غير متاح ممكن يعطيك اختيارات أخرى، بدائل أخرى في اليوم اللي يناسبك أنت. فهي المنظومة جدا متطورة ممتاز. جدا متطورة، فتعطيك الاختيارات والمواعيد الفورية، يعني على طول بيسوي لك الموعد ويطرشك النوتيفيكيشن على على الواتساب أو المسج على حسب احنا شو حاطين في المنصة، نعم ويخبرك ويذكرك بالموعد. ممتاز، وبيسهل على الناس أشياء كثيرة وهو قاعد في أي مكان يقدر يستخدم والمتعامل يقدر انه هو يعني تو مانج الابوينتمنت، يعني فيها إدارة مواعيد، يعني هو ممتاز اللي يدير الموعد، ما يبقى الموعد هذا يغيره يكنسله ياخذ موعد اخر، وهي المنصه ممتاز لايف جدا فيها جميل انتر اكشن، يعني على طول في انتر اكشن، لايف انتر اكشن، ممتاز. هي مو مثلا ان انا اخذ الموعد وبعدين داخلين في العياده او في المستشفى اللي نرتب له ونطرش له، لا هو لايف انتر اكشن ما في بين نفس اللحظة. الشخص واداره الموعد نفسه هو اللي يدير الموعد. ممتاز أستاذ ميسة. الحين نحن طبعا الحمد لله طبعا في المرحلة الثانية لدبي هيلث بوكينج دوت كوم، حابين نتعرف وتعطينا نبذة عما تم في المرحلة الأولى من طلاق هذا المشروع الطموح.
المرحلة الأولى كانت بناء المنصة نعم وإطلاقها بمستشفى أعتقد وحدة، وكم عيادة صحية اللي كانت الطوار والمنفور، ومستشفيات أو سنينة من القطاع الخاص. هي كانت المرحلة الأولى للإطلاق. المرحلة الثانية ضمينا كل مراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة، وضمينا مستشفى راشد ومستشفى لطيفة، لأن المرحلة الأولى ضمينا فيها مستشفى حتى، وضمينا 3 مستشفيات إضافية من القطاع الخاص. ممتاز فحتى الريليف الثاني كان ريليف ضخم جدا، صحيح كان ريليف ضخم كبير، وكان وأحدث تغيير في المنصة، وعطى اختيارات إضافية للمتعامل والمستخدم. صحيح، خاصة أن الاختيارات كذلك بين الخاص والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة كذلك، يعني ما احنا تخص دائما الطفل. نقول بالضبط، احنا دائما نقول ان المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الخاصه تكمل بعض، صحيح نكمل بعض. فهي صحيح المنصه يعني تضم كل الخدمات الطبيه في اماره دبي، ونطمح حتى في الامارات الاخرى تنضم الى هذه المنصه، لان حتى المستشفيات في لها افرع في اماكن اخرى، والمنصه متاحه للجميع للاستخدام، سواء هو مقيم، يعني بغض النظر هو وين مكان إقامته، لكن المنصة متاحة للجميع لاستخدامها، سواء كان هو مواطن أو مقيم أو زائر. صحيح صحيح أستاذ ميسة، طبعا الحين نحن قريبين من إكسبو 2020 في دبي إن شاء الله، فإلى أي مدى تخدم هذه المنصة المتميزة إكسبو 2020؟ رواد معرض إكسبو 2020 بيحتاجون أكيد الخدمات الطبية، أكيد وهم يعني في البعض منهم جاي دبي يمكن أول مرة. صحيح المنصة يعني تعطي وتراوي أن دبي فيها كل شيء، حتى اختيارك أو بحثك عن الخدمات الطبية تتم بطريقة جدا سهلة وسلسة، وتحصل الموعد أو المنشأة الطبية اللي أنت مو بعرف كيف توصلها عن طريق هذه المنصة. فهذا صحيح شيء وايد مهم، لأن هاجس أي حد بيسافر أو بيصير أي مكان، الهاجس الأول أنه كيف يحصل على الخدمات الطبية. صحيح، وما في شيء بالضبط يعني أهم من دعم له. الصحة. بالضبط أكيد 100%. فهذا يدعم إكسبو 2020، هذا دور الهيئة، يعني من دور الهيئة أن هي تدعم نجاح إكسبو 2020 بإيجاد أفضل المنصات وأفضل الحلول للزائرين وأفضل الخدمات الطبية، ومن خلال يعني الفرايتي اللي موجود في دبي. صحيح، وبيخدمهم من أشياء كثير أستاذ ميسة كذلك، يعني أخذ الموعد، كذلك الضمان الصحي اللي موجود يقبل المستشفى أو العيادة، وعندي اختيارات ثانية كذلك، يعني مو بأنه يعني بسير عند عيادة يعني الوقت اللي باخذه طويل وكثير، أو أني بتصل، بس يعني من ناحية الضمان الصحي وناحية أخذ المواعيد، وتكون نفس ما قلتي يعني المناقشة في نفس الوقت بين الشخص نفسه اللي بيحجز الموعد وبين المنشأة الصحية. بالضبط بالضبط، الشخص هو اللي يدير الموعد، طب نفس روحه اللي يدير الموعد. فها يعطي أريحية للمتعامل، ويعطيه ثقة كبيرة، ويعطيه كذلك أنه يعني هو المسؤول عن موعده، يعني يعطيه مسؤولية كبيرة من ناحية موعده كذلك. أكيد بالتأكيد. أكيد، وأريحية أكثر من ناحية الضمان الصحي في أماكن نسير لها، يكون الضمان الصحي ما يمشي مع المنشأة الصحية اللي بالضبط الشخص ساير لها. صح، ما تعرفين هذا الضمان، يعني هو التغطية موجودة في هالمكان ولا مو موجودة في هالمكان، ولكن صحيح من خلال المنصة يعني يخبرك شو نطاق هذا التأمين الصحي نعم والمنشآت اللي مدرجة في هذا التأمين الصحي. صحيح، ودوركم كبير كذلك في طبيب لكل مواطن، يعني ما شاء الله جدا مبادرة. المبادرة جدا يعني مميزة، ويعني من ناحية نوعها ومن ناحية كذلك الخدمات اللي توفرها، وصراحة فخورين أنها تكون أول منصة حكومية ذكية على ما فقط مستوى الإمارات، على مستوى الشرق الأوسط، واللي تتيح وتكون هي للمقيمين المنصة والزائرين الحكومية كذلك. الأولى على مستوى العالم. ممتاز ممتاز، وهذا يعطينا فخر أكثر وأكثر، والواحد يعني يحب يقدم أكثر وأكثر لهذه المبادرات. أستاذة ميسة، كلمة أخيرة توجهينا خلال برنامجنا للمستمعين. الكلمة الأخيرة إني أنا أوجه دعوة عامة للقطاع الخاص الطبي في إمارة دبي أو في أي إمارة أخرى، إنهم يشاركون بالانضمام إلى منصة دبي هيلث بوكينج، وتكون لها قيمة مضافة
إلهم وإلا نحن بعد وجميع المستخدمين لسهولة الوصول للخدمات الطبية في الإمارات كلها. ممتاز، وهذه دعوة من خلال منبر قناة، من خلال منبر برنامج صحة وسعادة كذلك، بخصوص لأن بتوفر للأشخاص أو المتعاملين كذلك يتعرفون أكثر وأكثر كذلك على المنشآت الصحية اللي موجودة عندنا، وخاصة في من ناحية السياحة العلاجية. هذا الشيء بيخدم ناس كثيرة أنها تتعرف على المنشآت الصحية، الأطباء الموجودين كذلك، التأمين يعني بيمشي مع هذه المنشأة الصحية أو لا. إن الربط في المنصة مجاني، يعني ما بيكون عليهم أي تكلفة. ممتاز. أو ينضمون هذه المنصة، وهذا يشجع أكثر وأكثر الأشخاص للانضمام أو المنشآت الطبية كذلك الانضمام لهذه المنصة. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ ميسى البستاني. صراحة فخورين بهذه المنصة اللي تعتبر مرة ثانية كأول منصة حكومية ذكية نفس ما قلتي على مستوى العالم. فخورين ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكراً لك أستاذ ميسى البستاني، مديرة إدارة اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي. شكراً لك. هذه كانت فقرتنا مستمعينا بخصوص مشروع dubaihealthbooking.com، ويعتبر كأول منصة حكومية ذكية على مستوى العالم أن توفر للأشخاص المنشآت الصحية والطبية المتواجدة عندنا في إمارة دبي، وتكون المنشآت الطبية مرخصة، وكذلك من ناحية الأطباء الموجودين فيها، كذلك من ناحية هذه المنصة بتوفر للشخص سهولة استخدام أن يأخذ موعد في أي منشأة صحية أو أي تخصص، وإذا ما لقى التخصص في هذه المنشأة الصحية في الوقت اللي يحتاجه توفر له كذلك البدائل لهذا التخصص في منشأة طبية ثانية موجودة تحت المنصة نفسها، كذلك تغطيات التأمين أو الضمان الصحي، وهذا طبعا مهم جدا للجميع. مستمعينا كانت هذه فقرتنا الأخيرة لبرنامجنا اليوم، إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس الوقت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس الموعد الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.